يصل محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران اليوم تنفيذا لتعهد قطعته طهران خلال محادثاتها مع القوى الكبرى في جنيف بفتح المنشأة النووية الجديدة التي أعلنت عنها أخيرا للتفتيش. وقال دبلوماسيون أن البرادعي سيبقى في طهران حتى يوم الأحد في زيارة تهدف إلى تحديد مواعيد وشروط تفتيش الوكالة للمنشأة الجديدة المبنية في قلب جبل بالقرب من مدينة قم. وكان البرادعي قال قبل أيام إن إيران تقف على الجانب الخطأ من القانون لأنها لم تعلن عن المنشأة فور وضع الخطط لبنائها، فيما أكدت الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية أن بنائها بدأ قبل 3 سنوات ونصف.